لا مزيد من الخبز. تأثير الامتناع عن تناول الخبز والصيام على الصحة. الامتناع عن تناول الخبز يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة على الصحة، وذلك يعتمد على النظام الغذائي البديل الذي يتم اتباعه. الخبز هو مصدر رئيسي للكربوهيدرات التي تعتبر مصدرا هاما للطاقة. عند الامتناع عن تناول الخبز قد يحتاج الجسم إلى مصادر بديلة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات. يمكن أن يؤدي إلى النقص في بعض العناصر الغذائية إن لم يتم تعويضها بشكل صحيح. الصيام له فوائد صحية متعددة إذا تم ممارسته بشكل صحيح. يمكن يساعد الصيام على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وخفض مستوى السكر في الدم وتحسين صحة القلب. كما يمكن أن يساعد في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن. يجب أن يتم الحذر خاصة للأشخاص يعانون من حالة صحية معينة مثل السكري واضطرابات الأكل. الجمع بين الامتناع عن تناول الخبز والصيام يمكن أن تكون الفائدة مضاعفة. إذا تم اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مستوى الطاقة وفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة. ومع ذلك يجب التأكد من تناول كمية كافية من العناصر الغذائية مثل البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن لتعويض نقص كربوهيدرات من الخبز. الصيام يمكن أن يكون له فوائد صحية من خلال تحفيز عملية الهضم، تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين صحة القلب. يعد الصيام طريقة آمنة وفعالة لتحسين الصحة بما في ذلك صحة الجهاز الهضمي ومستوى السكر في الدم وصحة القلب. صحتك العامة، إذا كنت تعاني من حساسية الغلوتين فالامتناع عن الخبز كان يحسن من صحتك العامة. حمايتك الغذائية، يساعد الامتناع عن تناول الخبز خاصة الأبيض على فقدان الوزن. إذا كنت تمارس رياضة بانتظام فقد تحتاج من المزيد من الكربوهيدرات في ذلك الخبز. يمكن أن يساعد تناول الخبز على فقدان الوزن بعض الوزن، لأن الخبز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات. يحسن صحة القلب لخفضه من سعرات الكوليسترول والدهون الثلاثية. يحسن صحة الجهاز الهضمي وخاصة الذين يعانون من حساسية الغلوتين أو مرض التهاب الاضطرابات الهضمية. قد يساعد على الامتناع عن تناول الخبز خاصة الخبز الأبيض على تنظيم مستويات الدم الأنسولين في الدم. نقص العناصر الغذائية يسبب امتناع عن تناول الخبز نقصا في بعض العناصر الغذائية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن. قد يسبب الإمساك، التعب والإرهاق والشعور بالضغار راحة الجهاز الهضمي. لا شك أن الصيام ينوحي الجهاز الهضمي، تحسين مستصل العناصر الغذائية، زيادة عدد البكتيريا النافعة، تحسين حساسية الأنسولين، تقليل مقاومة الأنسولين، خفض مستويات سكر الدم، خفض ضغط الدم، خفض مستويات الكوليسترول، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. إذا حبينا إن إحنا نتكلم عن فوائد الصيام فإنه فوائد كثيرة. وعلى وجالة الامتناع عن الخبز والصيام فإنه ذلك من الأشياء المفيدة جدا جدا جدا، وخاصة ذوي الأمراض الكثيرة والجميع وخاصة أصحاب الأمراض
وكبار السن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.